السلام عليكم. شو بدي زاد كي هذا معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على رياض محرز. رياض محرز اللي البارح دخل في الدقيقه 75 وين قدم مردود لا باس به، مردود جيد، مردود وين كما يقول لك نقولوا حنايا مردود وين ارضى الجمهور تاع مانشستر سيتي، وين طالبوا في التويتر وطالبوا في الاخرين تاعهم، مصادر تاعهم خاصه مواقع تاعهم تاع مانشستر سيتي، وين طالبوا باقحام رياض محرز بال كما نحضروا احنا نقولوا دونتري، يدخل دونتري. خاطر علاش؟ لو كان محرز لعب مقابله كامله كان غادي يدير الفرق ويصنع اهداف. شنا كيفاش محرز لي الناس ما يبغوش يتكلموا عليه، شنا كيفاش يقول لك ما دار والو. امكاني واحد لي سيستم في كره القدم. انا تكلمت عليه نهار الاول قلت لهم غادي تشوفوا ميسي عنده هذه داخله في اللعب. راني نهضر مع الناس اللي يعرفوا ماشي اللي يكرهوا محرز شتو بالك في التيرا يجبد على جهه كوبلي، يجبد كاع الكوتي كاع فماك، هذيك في اللعب مخدومه من عند بيب غوارديولا ومن عند صحابه مخدومه، يجبد كاع شنا ولا يجبد معاه ربعه، يقدر بالبالون. شوفوا كيفاش كانوا يبلعوا عليه خمسه، يلعبوا له دو لين، واحد يطاكي زوج يقارعوا وثلاثه مره ولي يقارعوا. روحوا شوفوا المقابله، شوفوا محرز كي يقدر عند الكوتي، شوفوا محرز شعمل واحد مبلع عليه. هذا مشى يهضر مع بالشيخ يعرف بصح شيله. كاين ناس دي راسيست ما يستعرفوا لك شي، ما يقولكش بلي هذه داخله في الخطه. شنا كيفاش صحابو يضربوا هو محرز يجبد كاع الجهه، شنا وين ربعه يروحوا من جهه محرز، يبقاو المساحات امامه امام صحابه. محرز البارح وين الجمهور راه يطالب باقحام محرز من بدايه المقابله. محرز ماهوش تاع خمسه تاع ربع ساعه. قلنا البارح صنع دو بيت، خاصه الروتري الزاوج اللي داره دوزيام روتري، وين حق حق الكره كانت تدخل في باك حق نورمالمون يسجلوا هدف فماك، يتمركب بود الروتري اللي داره يتمركب بود. ما كاش قناص حقيقي، ما كاش كاين قناص اهداف حقيقي. قال لي زاسيو كانت تجي من عند محرز يلعب ربع ساعه ما ناش عارفين، ما انا عارفه الا المدرب. ونشلنا محرز كانت الناس البارح يطالبوا بدخول محرز، حتى المخرج شنا ولا يوري فيه بارتي تلعب ويوري فيه محرز. دخل محرز ربع ساعه التاليه تنشط اللعب، وين صحابه ولاو متحرين ولاو يلعبوا متحرين. خاطر علاه؟ محرز يجبد على الكوتي ولا يجبد ولا يدير مساحات لصحابه. يا ودي هذه كاينه باك، شفتو ميسي كي كان يلعب مع انيستا وتشافي كي كان يضربها يعطيهم البالو ويجبد على جهه، يجبد على الكوتي، يشعب يخلي المساحات، كان يخلي المساحات لصحابه. محرز يخدم هذه الخدمه، لازم تتفاهموا باللي الناس كي تخدم الناس كي تلعب، مشي برز مشي نبادر وندير ندير ندير كويسي وندير بالشيخ وندير بوهنيكا. محرز راه مولي يا ودي، ما راش مولي، انتوما راكم موليين، انتوما قاعدين غير موليين. الناس تهضر على المستقبل، انتوما قاعدين تهضروا غير الرول غير الرول غير الرول غير الرول غير الرول، قعدتوا الرول ما تقدمتوش، ما قريتو، ما تقراو، ما والو والو، ما خرجتو لعابه، ما خدمتو، ما درتو والو. مهم خدمتو بالاسماء تاعكم، ديتو صوالح من الجزائر، كيتو ما كي ما در كي الناس هذو لما يبانو تلفزيون يجوا محللين، ما خدموش يا ودي، ما خرجوش، ما اخترعوش كوردون تاع صباط، ما اخترعوش كوردون تاع صباط. شو رانا اليوم وين قناه الهداف كانت تقول لك جابوا ذاك حسين ياحي، ها 120 بارتيه، ها 150، ها البيناتي، شوف وكلش مبني. شوف يا بو حنيكه اش درت نتوما، هادي بالعالي ديروا فيها هاد الفضيحه، كنتو تخدموا ليها القناه الهداف كانت تخدم للفضيحه. شو هاد الفضيحه؟ قناه الهداف هي اللي دارتها، كانت تخدم عليها قناه الهداف. ما بيهاش غزتشي ولا بيها الجزائر، تحطم بالجزائر، بيها دير فضيحه للجزائر باش ندخلوها قبل. هذه قالت الهداف نورمالمون تتبلع، نورمالمون تتبلع، نورمالمون تتبلع، ما بقاش الوقت صايف، نورمالمون تتبلع. وهذا زاتشي نورمالمون يطير، وهذا قالت الهداف تتبلع. رانا ناشدوا فيكم برحمه الوالدين، برحمه الوالدين هذو راهم يخطوا، هذو
هذو يديروا كلش باش الجزائر تتحطم، هم يديروا كلش باش الجزائر تتحطم، باش يديروا ديجا في الجزائر ديجا. شوف دخلوا في كاس صوالح، بغاو الناس تموت في لي ستاد، مكاش مكاش مكاش. راهي بي بي سي بالعدل، بالعدل هداف، بالعدل هداف، والهداف وبي بي سي هي ساكته، اسماوات من عند الهداف، فيها صحفيين من عند الهداف، باعوا الجزائر. صح نكشفوكم ان شاء الله، اي بشويه ان شاء الله.